بكل خير. يمضي المونديال، تمضي أيام المونديال، ونصل إلى المباراة رقم 54 في المونديال الروسي عبر مختلف الملاعب الروسية، بعد أن غادر من غادر وحضر من حضر. غادرت الأرجنتين، غادرت ألمانيا، غادرت البرتغال، غادرت إسبانيا، غادر كريستيانو رونالدو، غادر ميسي، بقت البرازيل، بقى نيمار، بقى هازارد، بقى المنتخب الياباني، بقى المنتخب البلجيكي، بقوا حكام الفار. الرابع مبسطين هني، ولا اللقطة تتكرر بشكل يومي، وبسبب الفار وبسبب العدد الهائل من حكام المباريات تم احتساب 27 ضربة جزاء، ضاعت منهم 7 وتم تسجيل 20 ضربة جزاء، 183 هدف في المونديال، عدد هائل من الأهداف في هاتريك في المونديال. كريستيانو رونالدو، هاري كين سجلوا الاثنين هاتريك، أقوى 90 سنتيمتر اليوم اللاعب الكبير الآسيوي الباقي في المونديال. والمحاولة الأولى، التسديدة الأولى الحاضرة للمنتخب الياباني، وبالتالي الكرة العربية مع المنتخب البلجيكي ولا العرب. الروسية استعلت بعد الفوز الكبير، لوكاكو يتقام، يتدخل فيرتونغن، ومرة أخرى صافرت حكم المباراة السيد مالين. اليابانية خطيرة جدا لليابان، التحول إنوي يقود هذه المحاولة مرة أخرى خطورة لمصلحة المنتخب البلجيكي، النقلة من مارتينيز يحولها، ولكن خطرين جوترا إينوي يسيطر على كورتو، ينقلها، الكرة في غاية الخطورة، خط دفاع صلب، حارس مرمى قوي، خط وسط مميز مميز. هذا هو المنتخب البلجيكي الذي يتابلي مارتينيز صاحب 18 هدف في الدوري الإيطالي. الكرة تحولت ولكن هي لضربة مرمى لمصلحة اليا، هو الآخر لاعب نادي ختافي بالكرة السريعة جدا لنفس اللاعب البلجيكي، يحاول أن يتقدم وحاول هاراغوتشي إلى صفر من قبل حكم المباراة. درب المنتخب البلجيكي إسباني بالكرة العال منقولة بهذا الشكل الخطير، والتسديدة الحاضرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة المدافع المتقدم فيرتزار إلى دبروين مرة أخرى، كومباني يقفز، لوكاكو اللي يحتضن الكرة يحاول يسدد، هو يبحث عن تسجيل الهدف الخامس لكي يصل مع اللاعبين اللي سين لعبة عالية لنفس اللاعب كومباني اللي سدد، لكن تمر الكرة من الكبير الحقيقة كومباني في سجل أربعة. يسيطرون على أجواء المباراة بالكرة مشتركة، المنتخب الشعب الياباني كله الذي يتطلع، لوكاكو يسدد لكن الكرة تصطدع، أعتقد إلى ضربة ركنية، لوكاكو يسدد المرة الثالثة، اللاعب أخطر الآن لبلجيكا، أخطر لا 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 لا. وتقدم كراسكو في الجهة اليسرى لكن طالت وانتهت وأصبحت إلى ضربة مرمى أمام المرمى لوكاكو، ومرة أخرى يخرج كواشيما، ضاعت فرصة تسجيل الهدف الخامس للوكاكو، نتيجة حاضرة ولكن هتصاد، باقي محاولة تاب الآن على يوشيدا ورفاقه، والله الله الله التسديدة القوية بهذا الشكل المفاجئ، يتمكن كواشيما حراس مرمى كبار الحقيقة، مستمر من لاعبي المنتخب البلجيكي، النقلة ولكن أيضا يوشيدا اللي سدد، والكرة تلعب بهذا الشكل الخطير جدا، يا الله كأن اليابان بتاخذ الجول الأول، اليابان شكلها بتاخذ الجول الأول، الجول الأول قد يأتي في أي لحظة من اللحظات. مرة من لاعبي المنتخب البلجيكي، اللعبة خطيرة جدا، الرأسية حلوة حلوة اللقطة، يابانية المنتخب البلجيكي، خير محاولة المنتخب البلجيكي، الكرة طويلة ليرسلها لكن التغطية، وكما يصل المنتخب البلجيكي ممكن جول، يقول لك هذا مرشح اللي هو لوكاكو ورفايتسل، الضربة الركنية لعبك، يتقدم كومباني، لوكاكو الخطير، كرة منقولة عالية، فوزين لليابان، تعادل مرتين، بلجيكا فازت مرة واحدة، لكن من يفوز اليوم؟
آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في مدينة برون، عرف جيدا لاعب السيتي التي تجيد يعني البرازيل وفرق أخرى. اليوم هل يسجل اليوم؟ كرة في غاية الخطورة يتقدم لها مدافع المنتخب الياباني وينقذ الموقف على أساس تصل إلى إيدين متى بالوقت الإضافي. بلجيكا تبي الجول الأول، تدافع بلجيكا تهاجم، الكرة اللعبة الله 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 الله, الله يسدد ناغاتومو. ما تعمل، شوف وزاكو وزاكو شوف شوف ملاحظ معي بالكولومبي عينوي يخذ محاولة يابانية أخرى لكنها طالت وأصبحت إلى ضربة مرمى. لوكاكو لبلجيكا والتسديدة لبلجيكا لكنها عند حارس المرمى كواشينا. الشوط الأول إذن جيكي المنتخب الياباني لا أهداف أيها الأحبة في كل مكان. الشعب الياباني يتطلع لهذه المحاولة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول جول. الشعب الياباني يتطلع لهذه المحاولة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول جول. الشعب الياباني يتطلع لهذه المحاولة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول جول. الشعب الياباني يتطلع لهذه المحاولة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول. كبيرة الله الله كاغاوا بالخبرة الكبيرة الله الله كاغاوا بالخبرة الكبيرة الله الله. الشعب الياباني يتطلع لهذه المحاولة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول جول. الشعب الياباني يتطلع لهذه المحاولة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول جول. الشعب الياباني يتطلع لهذه المحاولة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول جول. الشعب الياباني يتطلع لهذه المحاولة، ممكن جول ممكن جول ممكن جول. كبيرة الله الله كاغاوا بالخبرة الكبيرة الله الله كاغاوا بالخبرة الكبيرة الله وبالتالي محاولة بلجيكا الله الله بلجيكا ضيعت الفرص السهلة وسجلت من الفرصة الصعبة قد لا تتخيلها هدف، لكن كان الهدف البلجيكي الأول. لاحظ معي لاحظ معي من عودة اليابانيين وبلجيكا. يا الله يا الله غاب العرب، تسجل العربي في دور 16 من أصول عربية. اللاعب البديل مروان فيلايني يعادل النتيجة، مروان فيلايني يعادل النتيجة. لاحظ 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 معاي لاحظ معاي كرة رأسية ثانية الرأسية. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.